خذني معك. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بالقناه. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد، اول فيديو لي بعمان من بعد ما رجعت من تنزانيا. اليوم حتكون فكره الفيديو فكره جديده، شيء جديد ما عملته من قبل بعمان. خليني اورجيكم ايش هو. Guys, I'm so excited. Today we're here in Amman and we're doing a huge food tour across this beautiful city. I've heard Jordanian food is some of the best in the world. I can't wait to try everything we have today. 100%. ومعانا اليوم جي تعرفت عليه جديد، والله شاب وردة. اجا من بريطانيا هو بالاصل، بس عم بلف العالم، قناته على اليوتيوب عم بتطير ما شاء الله عليه، شاب رهيب. عم بركز كثير على البلدان الميدل ايست. Let's show Muslims in the best way possible and eat all the good food. 100%. بده ياكل، بده يلف معنا اليوم. Always so ready. Let's do this. يلا يلا. Let's go. هاي جبنا سندويشات من فلافل القدس، هذا من اقدم مطاعم الفلافل بعمان، عنده بالنسبه لي اذكى سندويش الفلافل بالاردن من القدس. يلا نجرب. بص السندويش في حاجات كثير قوي جوه، فواحده من احلى طعميه اللي اكلتها في حياتي. Delicious. You like it? So good. ها؟ شو يا فيديو؟ عم صور؟ اول ستوب فلافل القدس. نوديهم على كل المحلات الثانية، نجرب الأكل الشعبي، بس أبلع اللقمة. رائع السندويش، أنا بحبها دائما، مفضلة. أبو جي، forget this first. Thoughts, feedback. It's gone. I ate it in 5 seconds. So good. بعت لك الصور. لا ما عيش تلفونه. يلا ما بدكم تشتروا مي من عندي؟ هسه بعت. يلا يلا. جبنا الشبيبة على قومشاوي، قومشاوي بيساوي سجق أرمني. أنا عم بحكي لهم لسه إنه في عنا كوميونيتي ارمني بدهم يسووا مطاعم، يسووا اكل زاكي، فحبيت هم حابين يجربوا اشياء يعني غريبه عجيبه، اشياء لوكال، اشياء اكل خفيف وهيك سندويشات على الماشي. جي از كوكينج ذا سجق الارمني توداي. اي ورك هير ناو. يا كان يو دو اي بروك ات. كم اون جي، وي نيد 3 ساندويتشز. اوكي. او نو، او نو مور. دوشت السج ما تصبط إلا مع لبن عيران. مين معانا كمان؟ أحمد البداوي، شخص على اليوتيوب كمان شاطر كتير بالتصوير صراحة. حط اللينك تاع القناة تاعيته كمان بالديسكريبشن تحت. خليني ألف الأردن. أعتبر أول مرة as a traveler إن أنا أجي الأردن ألفها، وبسطنا جدا في الأردن. لفينا، رحنا نجرب تجربة الأكل بتاع عمان ونشوف أكل عمان حلو إزاي. يلا نروح نشرب قهوة أول. فأجينا على هذا المحل، مش عارف، أظن في واحد ممكن يذلنا عليه. Hey guys. So we're currently in Manara Coffee House here in Amman. One of the best coffee shops here you can find. There's so many expats in here, many people working. It's a great vibe and the views outside are incredible. I highly recommend this place. فهو اللي بده يدلنا اليوم، مش انا بدي. What a place called this? Don't know. Okay, Manara. Oh, I think because of تحت احسن صح؟ دان طلع احمد مزبطنا بالقهوه. قهوه هي عم دي احلى حاجه شفتها. شيء المزاج مناره. طبعا ما بزبط جوله الاكل تكمل من دون حبيبه. حبيبه يعني حبيبه للكنافه، خصوصا فرع وسط البلد، اقدم حبيبه، كشك حبيبه، لازم نضرب من عنده كنافه. إشي خشن إشي ناعم، ندوقهم الكنافة وحتعجبهم أكيد. ناخد هاي الناعمة وهاي الخشنة. But both are the same now. Are these all the same? Yeah. Yeah, exactly. It's different from the one you have in the States? Yes, it's so much better. It's the same but different. Same but better. Yeah. Oh, cheese! Look at the cheese! Oh my God. You like it? No picture. هلا أغلب اللي كانوا معاي أول مرة بجربوا الكنافة كانت حبوها كثير كثير كثير. خليكم معانا لآخر فيديو، عم ناكل أشياء لسه خفيفة لطيفة، شوفوا إيش حناكل كمان. يلا. تحية مصر. حبيبي. تحية مصر. تحية الأردن. يوتيوب خلاص. على اليوتيوب.
هلا بعد باكستان برازيل وبرازيل صورة صورة This one? This different, isn't it? Maybe. Same color. ده شرب أكتر. أزكى سندويش العالم مطعم اللاج عليه ملك العبد الله اللي زاره. هذا حكى صريح بالإنجليزي. بالإنجليزي بحكي هذا. أنا ولا ما حكيتش أنا. أنت حكيت على الآيفون برو ماكس. ولا كي كبير أنت. وهلا رايحين ناكل مشاوي كفتة الأشياء هاي القوية عشان صار وقت ناكل إشي ثقيل. ممكن تشرح له المنيو؟ كفتة بندورة. كفتة بندورة. رأس مشاوي. تيشو شو كفتة بقى؟ What do you want from the? I'm half deaf, so I didn't hear it. Loud. Say again. تحكي الشعبي. بفهم شوي جرب حاول معه. أنا مش فاهم إنجليزي. بقول لك مرة تانية. مرة تانية. عرايس. كفتة بندورة. كفتة بتهنية. ومشاوي. تمام. باربيكيو. Great. And a rice? Yeah, arayis. And there is kufta. The first one that he said is amazing here. Okay, that's it. Kufta b'thaniyya. So, عندنا واحدة kufta b'thaniyya. تنتين arayis. كم قطعة؟ تكون. ثمانية. تنتين arayis. وشوية كباب. Where are we going? محل اسمه شهرزاد. بوسط البلد. هذا المحل أصلاً خدنا تحت ما كان فيه ولا محل. وطلعنا فوق على الطابق الثاني لقينا طاولة واحدة. هي من أقدم وأزكى المحلات بالبلد. Don't do it. I'll reveal it to everyone. Three. Not yet. No. Yeah. Kebab. Arayis. الشباب قامت بواجبها. بس لسه ضل أكل. You full? Why does that suit you? Look at him with tattoos. It suits him. Oh my god. Ah yes. That really suits you. Maluma. Why does it really suits him? It does. It's a video. Thank you. Why does that really suit? What does it look like on me? Right? Should we go get it done in Turkey? I'll take it. مبسوط أمورك طيبة. لا والله. Are you happy? Food is good. What do you think? So good. صح عوار. رائع. كله عجب. Delicious. The perfect. صح عوار. على قلبه. Let's do that. هاي السلام عليكم هاو اي شفت الفيديو What's the story I put her in the YouTube video and جد تقرب انت ايوه ترجم يا زلمه لا هلا اكلنا شو لا لا شكرا انه هو مسلم أسلم ديننا الإسلام كيف تترجم له؟ أنا بترجم له ما عليك ديننا الإسلام تسامح طيبة قلب صلاة والسلام يلا بالعربي عليه الصلاة والسلام سيف عليه الصلاة والسلام عليه والسلام صلاة والسلام يا عيني عليه فهمت عليه ولا لا؟ نو بنرحب فيك Our religion is about peace هترجم له بعدين وخذني معك She's telling you to take hair with خذني معك وين بدك؟ على ألمانيا. ألمانيا. أبداً. بريطانيا. من بريطانيا. على بريطانيا. وين بدك؟ يا سلام. كيف تجيب؟ الله حي. بتليفونك. بعد كل الأكل اللي أكلناه اليوم حابين نحكي إنه Are we full yet? Always room for more food. أوكي شبعانين بس دائما عم نستنى أكل جديد. فا. مش أكتر من أكل الأردني الصراحة فاجئني الأكل بس الأكل الأردني حكاية. كان الأكل زاك حتى أنا انبسطت اليوم بالأكل بس أكلنا كتير 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 صحة وهنا للجميع. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموا الرجل الطيب ده. الطيب. بلايك. وإذا تنسوش سبسكرايب. أوكي تعال. Subscribe! Yes! Let's meet in a new video! مع السلامة! مع السلامة! باي باي! نشوفكم الفيديو الجاي! باي! يا زلمة! خلصنا أكل يا زلمة! خلص الفيديو!